السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب في لقائنا التاسع بمشيئة الله تعالى. نستكمل ما كنا بصدده. احنا كده خلصنا مستوى الخدمة المجانية، وبالتالي خلصنا اولا، لو انتم فاكرين قلت لكم هنتكلم عن ثلاث حاجات. اولا مقدمة في قياس مستوى الخدمة المجانية، وكده احنا خلصناها. هنتكلم بعد كده عن المفاهيم الاساسية لتخطيط المخزون ومراقبته، ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. ماشي الحال يا شباب؟ اول حاجة يا شباب عايزكم تعرفوها تعريف تخطيط المخزون. يبقى اول حاجة من ضمن المفاهيم عشان لما يجي لنا تعريفات ونختار، احنا النهارده قلنا تعريف او ما المقصود به التصميم الداخلي للمخازن او المستودعات، صح؟ ايضا عندنا تعريف اللي هو تخطيط المخزون، وهناخد مراقبة المخزون كمان بعد شوية. يبقى عندنا ثلاث تعريفات لازم نبقى عارفينهم. اول حاجة خدناها التخطيط الداخلي للمخزون، بعد كده عندنا التخطيط الداخلي للمخازن. التخطيط الداخلي للمخازن، بعد كده هنتكلم دلوقتي عن تخطيط المخزون. يعني ايه تخطيط المخزون؟ ما المقصود بتخطيط المخزون؟ برضو كما هو المعتاد، ما تحفظش التعريف، افهمه عشان لما يجي لك الخيارات تعرف تختار الخيار الصح. تخطيط المخزون شأنه زي التخطيط الانتاج والتخطيط المالي، هو توقع واستعداد، زي ما اختكم غنورة ما قالت بالظبط، هي توقع ما سيكون عليه المستقبل فيما يتعلق بالمخزون والاستعداد لهذا المستقبل. تاني، توقع ما سيكون عليه المخزون في المستقبل والاستعداد لهذا المستقبل، بس مش عايزين اكتر من كده. بعد كده عندنا تعريف مراقبة المخزون، المحاضرة 22. المحاضرة 22 يا شباب. تعريف مراقبة المخزون. لما بقول نقط جميع الأنشطة التي تتعلق بتصميم واختيار الطرق والاساليب التي يستدل منها على سلامة التصرفات الاجهزة المسؤولة عن المخازن والمستودعات، يبقى على طول نختار مراقبة المخزون. قول تاني، خدنا ثلاث تعريفات مهمين جدا يا شباب النهارده: التصميم الداخلي للمخازن، تخطيط المخزون، مراقبة المخزون. مراقبة المخزون تشمل أو يقصد بها جميع الأنشطة، يقصد بها جميع الأنشطة التي تتعلق بتصميم أو اختيار الطرق والأساليب التي تستدل منها على سلامة تصرفات الأجهزة المسؤولة عن المخازن بالمنظمة. فلسطين، نقطة، كلمتك. واضح يا شباب؟ كده إيه؟ في بداية الله يرضى عليك يا أسماء يا رب. بداية المحاضرة 22 يا أسماء عندك عنوان اسمه مراقبة المخزون. أه والله يا عايض، والله صح شوية، ربنا يكرمك يا رب. وصلت يا أسماء؟ الحمد لله، أحمدك يا رب. ماشي يا خلود، أوكي. نفوت يعني نعديها؟ خلاص نعديها يا خلود عشان خاطرك، مفيش مشكلة. طيب، عندنا بعد كده يا شباب وظائف أجهزة الرقابة على المخزون. طيب، عايز أقول الحاجات دي خلوها كده، لو احتاجناها بقول لكم عليها في المراجعة، أوكي؟ يعني عشان النهاردة الخميس وعايزين نروق عليكم شوية. وظائف أجهزة الرقابة على المخزون أنا عديها شوية، تمام؟ بعد كده عندنا مزايا الرقابة على المخزون.
مزايا الرقابة على المخزون. تعالى يا شباب، رقم واحد تحقيق وفرات في الشراء، منع الازدواجية، تسهيل تبادل الأصناف، تقليل الخسائر. طيب هنروح للجزئية الأهم يا شباب، وهي الآثار السلبية المترتبة على تدبير الاحتياجات في الموعد غير المناسب. فوتيها يا بنات دلوقتي، يا بنات عديها دلوقتي، لو احتجتها في المراجعة تاني هقولها لك. اوكي، تاني بقول هنروح ليه يا شباب، عنوان عندكم فرع كده اسمه الآثار السلبية لتدبير الاحتياجات في الموعد غير المناسب. الموعد يبقى غير مناسب امتى؟ لو كان قبل الموعد المناسب، يعني لو دبرت الاحتياجات قبل الاحتياج او بعد الاحتياج يبقى ده اسمه موعد غير مناسب. معايا يا شباب؟ تدبير الاحتياجات في موعد غير مناسب معناها قبل الاحتياج او بعد الاحتياج، يبقى بالنسبه لي اسمه غير مناسب. طيب تعال نشوف الآثار السلبية لتدبير الاحتياجات في تاريخ سابق للتاريخ المحدد. ايوه، اللي هو السابق او اللاحق. تعالوا نشوف في تاريخ سابق الاول. جبت الحاجة بدري، جبت الأصناف بدري وخزنتها بدري او زيادة عن اللزوم، بدري عن الاحتياج بفترة، في تاريخ سابق للاحتياج. رقم واحد تجنيد الاستثمارات زي ما انتم قلتوا. يعني ايه تجنيد الاستثمارات؟ يعني جبت المخزون وحطيته في المستودع والفلوس متعطلة جنب الكهة في المستودع في الاصناف. يعني زيادة تكاليف التخزين، صح؟ كل ما خزنت فترة اطول كل ما التكلفة زادت علي. رقم ثلاثة زيادة احتمالات حدوث التلف او البوار، تلف او البوار او التقادم او انخفاض الاسعار او التعرض للحرائق وما شابه ذلك، صح؟ رقم اربعة زيادة المصروفات المتعلقة بالتأمين وما شابه ذلك. يبقى احنا عندنا اربع اثار سلبية لتدبير الاحتياجات في تاريخ سابق. طيب نروح للجزئية التانية، الاثار السلبية لتدبير الاحتياجات في تاريخ لاحق. متأخر، دبرت الحاجة متأخرة عن ميعادها، هجيب الحاجة وانا مستعجل فممكن اشتريها غالي، يبقى زيادة احتمالات ارتفاع سعر الشراء، صح؟ لما بجيب الحاجة قبل ميعادها بشوية او في الميعاد المناسب بشوف الاسعار واقارن واجيب السعر المناسب. اذا انا لما بنزرق يا شباب بنجيب اي سعر موجود، صح كده؟ الى حد ما يا بقى. احتمال ارتفاع تكاليف الخدمات الاخرى، تعطيل خطوط الانتاج وضعف سرعه المنظمه. ماشي يا شباب؟ تمام. طيب بعد كده نروح للمحاضره ال23 فيها خمس درجات فيزياء زي اللي فاتوا دول، عملي. 23 فيها خمس درجات هدية زي الخمسة اللي فاتوا، يعني احنا النهاردة على الأقل على الأقل دعونا 10 درجات هدية من البيت للناس الطيبين اللي مركزين. طيب أول معلومة مهمة جدا عايز أقولها يا شباب، الأساليب الكمية المستخدمة في تخطيط ومراقبة المخزون، الأساليب الكمية المستخدمة في تخطيط ومراقبة المخزون، ايه هي الاساليب دي؟ تمثيلتها ايه؟ ركزوا معايا عشان ممكن يكتشف فيها. نموذج الكمية الاقتصادية للطلب اللي احنا درسناه في المشتريات، نموذج الكمية الاقتصادية للطلب في ظل وجود خصومات درسناه، معدل دورات المخزون اللي هناخده دلوقتي، مستويات المخزون هناخد المحاضرة بتاعت يوم الأحد إن شاء الله، اللي هو الحد الأدنى للمخزون والحد الأقصى ونقطة إعادة الطلب، ثم التصنيف الثلاثي للمخزون. للأسف التصنيف الثلاثي
موجود في المحاضرة الملغية اللي هي الأربعة وعشرين، بس لازم نعرف. يبقى احنا عندنا من ضمن الأساليب الكمية المستخدمة في تخطيط ومراقبة المخزون، خدنا كم واحدة دلوقتي؟ خمس. نعرفهم، نعرفهم ونحفظهم. شفت هنا بقول ايه؟ نحفظهم. كمية اقتصادية، كمية اقتصادية مع خصومات، معدل دوران مخزون، مستويات المخزون، التصنيف الثلاثي للمخزون. واضح يا شباب؟ طيب نروح للخمس درجات اللي هي بتوع اللي احنا بنسميه معدل دوران المخزون. أساليب إيش يا سارة؟ حاضر يا سارة، الله يرضى عليك يا سارة ويهديك يا رب. الأساليب الكمية المستخدمة في تخطيط ومراقبة المخزون. الأساليب الكمية المستخدمة في تخطيط ومراقبة المخزون. هم الخمسة اللي إحنا قلنا عليها. واضح يا سارة؟ نروح للتمرين يا شباب بتاع معدل دوران المخزون. إذا كان متوسط الاستخدام السنوي، يبقى أول معلومة بديها لي حاجة اسمها متوسط الاستخدام السنوي. عشرين ألف وحدة. يا عم الرياضيات ايه بس، الله يرضى عليك يا عايض. تصدق بالله، تصدق بالله يا عايض، لو اديت الكلمتين اللي انا بقولهم ده هم لاخوك اللي في الابتدائي ولا ابنك اللي في الابتدائي لا يحلهم. يا دي رياضيات يا ابني، يا رجل اسكت ما تزعليش منك. هو أول ما نقول يا راي عايد، أول ما أقول يا عايد بسط ومقام وضرب واسمه، يبقى ده صعب. أيوة مسائل، آه ما هي طبعا هو الإدارة فيها مسائل ولا إيه؟ الإدارة فيها مسائل، فأنت بتاخده بخصوص العمليات في الإدارة، مش بس مش بتاخده بخصوص العمليات، بل بخصوص العمليات في إيه؟ أيوة الله يا سيدي، أيوة الله يا نسرين، أيوة الله. بمناسبة الآلة الحاسبة، بمناسبة الآلة الحاسبة يا شباب، أنا كاتب في الاختبار مكتوب لكم كده مسموح لكم باستخدام الآلة الحاسبة. ماشي؟ مسموح لكم باستخدام الآلة الحاسبة. أوكي؟ طيب. نروح يا عايض الله يرضى عليك لمعدل دوران المخزون. أول معلومة هديها لك متوسط الاستخدام السنوي 20,000. وبعدين أدي لك مخزون المعلومة الثانية، مخزون أول المدة والمعلومة الثالثة مخزون آخر المدة. مخزون أول المدة دهولنا 8500 وحدة، ومخزون آخر المدة 1500 وحدة. احنا بدأنا من شوية يا شريف. ماشي يا شباب، طب هطلب منكم ايه؟ انا بديتكم هنا في التمرين ده كام معلومة؟ ثلاثة. متوسط الاستخدام السنوي 20,000، مخزون اول المدة 8500، مخزون اخر المدة 1500. تمام كده؟ كل دي معطيات. طيب هطلب منكم ايه؟ احنا اتفقنا عندنا كام درجة؟ خمسة. يبقى عندنا مطلوبين، خمسة يبقى مطلوبين سؤالين،
رقم واحد متوسط المخزون للصنف، متوسط المخزون للصنف ده. رقم اثنين معدل دوران المخزون، معدل دوران المخزون. ماشي يا شباب، الموضوع ده بسيط جدا، ما ياخدش منكم دقيقة، والله والله ما ياخد منكم اكتر من دقيقة. السؤالين دول ياخدوا مننا دقيقة. ليه؟ تعالوا نشوفوا كده. متوسط المخزون الإجابة واحد، متوسط المخزون يساوي أول زائد آخر على اثنين، يعني بيساوي 8500 زائد 1500 على 2 يساوي 5000 وحدة. في أسهل من كده ولا مفيش؟ والله ما في أسهل من كده في الدنيا كلها. يبقى متوسط المخزون بيساوي مخزون أول المدة زائد آخر المدة على 2، 8500 زائد 1500 على 2 يساوي 500 وحدة. ده في المحاضرة 23 للأخت اللي بتسأل. صالحة في المحاضرة 23 بيقول لك في مشاري 40. رقم 2 معدل دوران المخزون يساوي متوسط الاستخدام اللي انا مديهولك في البيانات، متوسط الاستخدام السنوي اللي انا مديهولك، متوسط الاستخدام على متوسط المخزون. يبقى اللي احنا جبناها اللي فاتت ده ايه؟ بنحطها فين يا شباب؟ بنحطها في المقام. يبقى هنا متوسط الاستخدام على متوسط المخزون يعني بيساوي كان كامل الرقم. متوسط الاستخدام كان 20000 على 5000 يساوي 4 او 4 مرات. انا بس اقول لكم كده في ضوء البيانات السابقة. فان متوسط المخزون يساوي، وديكم خيارات نختار 5000، في ضوء البيانات السابقة فان معدل دوران المخزون يساوي 3 مرات ولا 4 مرات ولا 5 ولا 6 ولا 10، 4 مرات. الكلام ده زي ما قلت لكم ياخد دقيقه، دقيقه ونص، ما يتلمتش دقيقتين. 5 درجات هديه للجزئيتين دول. يا رب تفلحوا بس. طيب نروح بعد كده لمستويات المخزون. نموذج مستويات ان شاء الله يا شباب انتوا كلكم زي الفل بسم الله ما شاء الله، ربنا يرفعكم يا رب ان شاء الله، بيض وغنى فيها ان شاء الله. طيب نروح لمستويات المخزون يا شباب. لما نتكلم عن مستويات المخزون يا شباب يبقى انا بتكلم عن ثلاث حاجات: الحد الادنى للمخزون، ونقطه اعاده الطلب، والحد الاعلى او الاقصى للمخزون. اهو بنعمل رسمة كده بنسميها مستويات ايه يا شباب؟ المخزون. رسمة بسيطة خالص اهي لازم نفهم منها. هنا الزمن وهنا الكمية. أول خط يا شباب عندنا تحت خالص أهو بنعمله
ده بنسميه الحد الأدنى. الحد الأدنى، الحد الأدنى للمخزون أو مخزون الأمد، وفوق خالص الحد الأقصى أو الحد الأعلى، الحد الأعلى أو الأقصى للمخزون. تمام. وعندنا في النص، أو مش في النص يعني، بينهما نقطة إعادة الطلب. هنا نقطة إعادة الطلب، بيسموها بالإنجليزي يا شباب ROP، Reorder Point. Reorder Reorder Point. تمام يا شباب، نقطة إعادة الطلب الربع. تمام يا شباب. طيب يبقى أنا بيبقى عندي المخزون يا شباب في، طيب الأول نقطة إعادة الطلب هي إيه؟ معناها إيه يا شباب؟ نقطة إعادة الطلب معناها يا شباب من اسمها نقطة إعادة الطلب، نقطة إعادة الطلب. يبقى هي لو وصل المخزون للنقطة ده هي من أي صنف، ببعت أمر للمورد يبعت لي كمية جديدة. ها وصلت؟ لازم نفهمها. بس نفهم يعني نقطة إعادة الطلب معناها إيه؟ هي النقطة الذي إذا وصل لها المخزون من أي صنف اللمبة الحمراء تنور، اللمبة الحمراء تنور تقول لي ابعت للمورد عشان يبعت لنا طلبية جديدة. واضحة يا شباب؟ طيب لو انا لو جانا كنت عند الحد الاقصى للمخزون بستخدم منه، بستخدم منه هو زي ما انتم شايفين هذا الخط، لغايه ما اوصل للري اوردر بوينت ابعت للمورد. على المورد ده هيبعت لي، مش هيبعت لي على طول لان في حاجه اسمها فتره التوريد. لا مش متفاوت الطول عايز ولا حاجه، لا عادي، الثلاث خطوط متساويين، الافقيين متساويين. اول ما هيجي لي هستخدم يا شباب من الحد الاعلى وانزل لغايه نقطه اعاده الطلب اللي هي الربع، اطلب على ما يجي لي هياخد وقت، فاكون انا بستخدم من اللي موجود عندي لغايه ما اوصل للحد الادنى، توصل الطلبيه توصل مره ثانيه على طول للحد الاقصى، استخدم منها وهكذا لغايه ما اوصل للري اوردر بوينت وهكذا، ثم اطلع مره اخرى وهكذا. ممكن تنزل، ممكن تنزل طبعا للحد الادنى وهكذا. انا بس عايز افهمكم يا شباب، الثلاث خطوط الافقيين متساويين عادي، مفيش مشكله فيهم اهو، بس انا كنت عشان اقدر اكتب نقطه اعاده الطلب. ده بالنسبه للعايض. الحد الاعلى يا شباب هو اعلى رقم ممكن يوصل له المخزون من اي صنف عادي. الحد الادنى اللي احنا بنسميه مخزون الامان، نقطه اعاده الطلب. نفهم يا خلود الاول وبعدين لما نيجي في الاختبار هبقول لكم ايه اللي احنا عايزينه. نقطة إعادة الطلب هي النقطة التي إذا وصلها الصنف، هي النقطة التي إذا وصل عندها الصنف يتم طلب كمية جديدة من المورد. واضح يا شباب؟ يبقى احنا عندنا دي مستويات المخزون. في بقى جزئية مهمة جدا عندكم تحت الرسمة. معايا يا خلود عشان تتسألي، في عندنا جزئية مهمة جدا تحت الرسمة اسمها مزايا وعيوب اسلوب الحد الأدنى والأعلى للمخزون. واضحة يا شباب عندكم؟ مزايا وعيوب الحد الأدنى والأعلى للمخزون. ثلاثة وثلاثة. المزايا توفر مخزون أمان يكفي لمواجهة الظروف الطارئة، أن الحد الأقصى للمخزون يكون في الحدود المعقولة، يتميز بالسهولة النسبية، يتميز هذا الأسلوب بالسهولة النسبية. يبقى لدينا ثلاث مزايا، الانتقادات أو العيوب أو السلبيات هي إيه؟ ثلاثة. يغفل الأحوال الاقتصادية وظروف السوق،
رقم 2 أن التقيد بالحد الأقصى لهذا المخزون يحدد الكمية المشترى ولا يسمح بتجاوزها، مما قد يحرم المنظمة من بعض الخصومات. رقم 3 نظام الحد الأدنى والأعلى للمخزون لا يناسب سياسة الإنتاج المتغير، يبقى بيناسب بس سياسة الإنتاج الإيه؟ المستمر. لا يرضى عليك يا خلود، صح، يناسب المستمر ولا يناسب سياسة الإنتاج المتغير. خلاصة القول، لدينا ثلاث مزايا لأسلوب الحد الأدنى والأعلى للمخزون، ولدينا ثلاث عيوب أو انتقادات أو سلبيات مهمة جدا جدا جدا. المحاضرة اللي بعد كده، المحاضرة 25 و26 هنأجلهم للأسبوع اللي جاي عشان محتاجين وقت ومحتاجين تبقوا مركزين معايا قوي، لأن عليهم شوية درجات قد كده. نروح دلوقتي للمحاضرة الكام؟ 28. يوم الأحد هتبقى المحاضرة الساعة 10 إن شاء الله. يوم الأحد هنخلص المنهج على فكرة إن شاء الله. شباب، يوم الأحد ما احنا قلنا اهو الكلام المهم، هنسيبين العمل المرة اللي جاية عشان عندنا فيه شوية درجات قد كده، ده احنا عندنا فيه 10 درجات أو 12 درجة ونص، هنسيبهم ليوم الأحد إن شاء الله. دلوقتي هنخلص الجزء النظري اللي باقي في المحاضرة 28 و29، ال 11 وال 12 مراجعة للسنين إن شاء الله. هنتفق يوم الأحد بإذن الله، هنتفق يا شباب يوم الأحد إن شاء الله لما نلتقي إزاي هنراجع عشان تذاكر. طيب تعالوا نروح، احنا لسه قدامنا ربع ساعة هنخلص فيهم المحاضرتين 28 والتسعة وعشرين. طيب المحاضرة 28 عنوانها عندكم فيها ايه يا شباب؟ الرقابة المخزنية، صح؟ الرقابة المخزنية. طبعا انتوا عارفين الرقابة يا شباب معناها التأكد من ان ما تم تخطيطه قد تم تحقيقه، صح كده؟ الرقابة خدناها في مبادئ الإدارة معناها التأكد من ان ما تم التخطيط له قد تم تحقيقه. عندنا خطوات العمل الرقابي، عندكم خمس خطوات: وضع معايير للأداء المخزني، قياس الأداء الفعلي، مقارنة الفعلي بالمعايير لتحديد الفجوة، رقم 4 تحديد وتحليل أسباب الانحراف أو تلك الفجوة، 5 تقدير التوصيات أو الإجراءات التصحيحية والعلاجية. يبقى خطوات الرقابة المخزنية عندنا 5 خطوات، واضحة يا شباب؟ وضع معايير، قياس أداء فعلي، المقارنة وتحديد الفجوة، تحديد وتحليل أسباب الانحراف، 5 تقديم التوصيات أو الإجراءات العلاجية والتصحيحية. النقطة الثانية اللي عايزين نأكد عليها هي أنماط الرقابة المخزنية. أنماط الرقابة المخزنية عندكم 3 تصنيفات. التصنيف الأول وفقا للمرحلة أو التوقيت، رقابة قبل الأداء سابقة، رقابة أثناء الأداء مصاحبة، رقابة بعد الأداء لاحقة. يبقى وفقا للمرحلة أو التوقيت لدينا رقابة سابقة مصاحبة لاحقة. وفقا للمصدر اللي بيراقب، مين اللي بيراقبني؟ عندنا 3 تصنيفات أو 3 أنواع أو أنماط، سوري، رقابة ذاتية، رقابة داخلية من جوه المنظمة، ورقابة من خارج المنظمة الخارجية. يبقى وفقا للمصدر الذي يقوم بالرقابة لدينا 3 أنماط: رقابة ذاتية،
رقابة داخلية رقابة خارجية وفقا لمدى العلم بالرقابة. البندري طيب حاضر ولا تاني ثواني حاضر. وفقا لمدى العلم بيها عندنا حاجتين بس شوية شوية ماشي يا شريفة حاضر بشويش حاضر اوكي شوية شوية طيب. وفقا لمدى العلم بهذه الرقابة او يا شباب انا بقول بسرعة لان انا معتقد ان انتوا الماتيريال قدامكم زي ما قلت المرة اللي فاتت المادة قدامكم وانتوا بس بتعلموا بتاخدوا هايلايت على الحاجات بس وعشان الوقت بس بالظبط مش عايز حد ينقش وراي يكتب وراي. لا مش هتلاقي حاجة ناقصة والله البدري ما اعتقدش ان في حاجة ناقصة. انما عموما ماشي لو في حاجة ناقصة انا بنقول اوكي ما في مشكلة. يبقى تاني يا شباب انماط الرقابة المخزنية وفقا للمرحلة او التوقيت هيبقى عندنا سابقة رقابة سابقة رقابة مصاحبة رقابة لاحقة. رقم اثنين وفقا للمصدر هيبقى عندنا فيها رقابة ذاتية رقابة داخلية رقابة خارجية. رقم ثلاثة وفقا لمدى العلم بها رقابة دورية ورقابة فجائية. تمام يا شباب ارجع للخمس خطوات اللي انا قلتهم للرقابة المخزنية عشان حد من الشباب سأل عليها. رقم واحد خطوات الرقابة المخزنية تاني هي النقطة اللي فاتت اللي قبل دي وضع معايير للأداء المخزني. رقم اثنين قياس الأداء الفعلي. رقم ثلاثة مقارنة الفعلي بالمعيار لتحديد الفجوة. أربعة تحديد وتحليل أسباب الانحراف أو تلك الفجوة. خمسة تقديم التوصيات أو المقترحات أو الإجراءات العلاجية والتصفيحية. واضح يا شباب؟ لا ممكن يبقى من خارج المنظمة خارج خالص يا عايض على فكرة. يعني في رقابة بتيجي خاصة في الجهات الحكومية يا عايض. دايما الجهات الحكومية يا عايض بيبقى في رقابة ذاتية ورقابة داخلية من جوه المنظمة ورقابة خارجية بتبقى من جهاز زي مراقبة الفساد او جهاز زي ديوان المراقبة الله يرضى عليك وما شاء الله يرضى عليك. بالضبط الله يرضى عليك. تمام يا عايز صح كده خاصة في المنظمات الحكومية. انما ممكن تيجي ايضا من لو الشركة برضو عايز عشان افهمك برضو لو احنا عندنا شركة عايز شركة قابضة شركة قابضة ولديها شركات تابعة معايا شركة قابضة ولديها شركات تابعة هيبقى عندك برضو رقابة ذاتية ورقابة داخلية من جوه الشركة التابعة ورقابة خارجية من الشركة القابضة. وضحت يا عايض؟ يوم الأحد يا شريفة إن شاء الله احنا قلنا نخلص يا شريفة ركزوا معايا يا شريفة وإن شاء الله في نهاية المحاضرة هنقول ايه اللي احنا هنعمل. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب تقارير الرقابة على الأداء تقارير الرقابة على الأداء. طبعا يا شباب لازم يكون في تقارير للرقابة على الأداء في المستودعات أو في المخازن. في مجموعة من العناصر يلزم بشكل عام يا شباب على فكرة هذه العناصر المتعلقة بتقارير الرقابة على الأداء في أي تقرير المفروض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب الصوت واصل. السلام عليكم. شباب الصوت واصل. شباب الصوت واصل. طيب النظام خرجنا جميعا يعني معلش. اوكي نستكمل يا شباب. لا ده هم من عندهم من يعني النظام خرجنا كلنا ماشي. احنا كنا بنقول في تقارير الرقابة عن اداء يا شباب في المستودعات كنا عند هذه الجزئية واتفقنا ان احنا في موضوع الرقابة يلزم ان يكون التقارير تفصيلية عشان تعطي صورة متكاملة، ان التقرير يوضح الجيد ويوضح السلبيات او العيوب، ان التقرير يخلو من الاخطاء سواء الرقمية او الحسابية او غيرها، ان يكون محدث اي ابديت زي ما بنسميه، يكون ابديت دايما، ان يظهر المقارنات خلال الفترات المختلفة وحسن اختيار وقت التقديم. طيب هنتكلم بعد كده يا شباب عن مفهوم الاجراءات والقواعد المخزنية. مفهوم الاجراءات والقواعد المخزنية، ركزوا معايا. يعني ايه الاجراءات المخزنية ويعني ايه القواعد المخزنية؟ نفهمها، لازم اعرفها كويس جدا. الاجراءات المخزنية هي مجموعة من الخطوات التفصيلية التي تتبع لانجاز مهمة مخزنية معينة. تاني، مفهوم الاجراءات المخزنية هي مجموعة من الخطوات التفصيلية التي تتبع لانجاز واتمام مهمة مخزنية معينة. اما القواعد المخزنية فهي بمثابة أوامر يجب اتباعها داخل المستودع أو المخزن، سواء إنك لازم تعملها باتباعها أو النهي عن إتيانها. معايا يا شباب؟ يبقى القواعد أوامر إما بالاتباع أو النهي. واضحة يا شباب؟ بعد كده هنروح للمحاضرة 29. المحاضرة 29 هتكلم عن الجرد. الجرد عندنا فيه جرد كلي وجرد جزئي وجرد مستمر. معايا يا شباب؟ ثلاث انواع من الجرد مهمين جدا لازم نعرفهم. تعريف الجرد الكلي هو النمط الشائع والمعروف في معظم المنظمات ويتم مرة واحدة في نهاية العام. الجرد الجزئي هو عبارة عن الجرد الفجائي ويتم دون علم مسبق لدى رجال المستودعات، بيجي عليهم كبسة كده يعني فجأة، مش كبسة الأكلة، لا كبسة يعني معناها فجأة. ماشي شباب؟ يبقى الجرد الكلي والجرد الجزئي. هتاكلي خلاص يا خلود قربنا نخلص. النوع الثالث الجرد المستمر. النوع الثالث الجرد المستمر وهو النمط الذي يتم على مدار العام وبخاصة في الشركات الكبيرة. يتسم بإيه يا شباب الجرد المستمر ده؟ يتم الجرد دون ضغط السرعة أو الوقت، لا يتم ايقاف العمل في المستودعات اثناء القيام به. يبقى احنا عندنا تاني بقول جرد كلي نمط شائع ومعروف في معظم المنظمات يتم مره واحده في العام. جرد جزئي وهو الجرد الفجائي دون علم مسبق. الجرد المستمر يتم على مدار العام في الشركات الكبيره. دول الثلاث انواع من الجرد. طبعا لازم نبقى عارفين في حاجه اسمها جرد فعلي وجرد دفتري، صح؟ الجرد الفعلي هو اللي بيتم في المستودع فعليا، واحد اثنين ثلاثة عد كده الالات والمعدات العد والاصناف. الجرد الدفتري اللي هو على الكمبيوتر يا شباب او في الدفاتر، احنا جبنا كذا صرفنا كذا يبقى باقي عندنا كذا. ها واضح؟ يبقى الدفتري معناه الذي يتم في الاوراق او الدفاتر او على اجهزة الكمبيوتر
في النظام في السيستم. انما الفعلي معناها اللي في المستودع. واضح يا شباب؟ ده احنا قدرنا جرد كلي وجرد جزئي وجرد مستمر. لا اخذنا في الثلاث انواع دول يا شباب. الله يرضى عليكم يا رب ويهديكم. مهم. مزايا الجرد طبعا التحقق من مطابقة الأرصدة الفعرية للدفترية، الكشف عن العجز والإهمال والسرقة، حث العاملين بالمخازن على تحري الدقة، يعطي الفرصة لأن تصبح الحسابات الختامية أطمر أكثر وضوحا وتجسيدا، متطلبات الجرد، إطار زمني حسن اختيار أعضاء اللجنة، إعطاء التعليمات، القيام بالأعمال المتعلقة بالجرد، وقف الأجازات، وضع الأسس العلمية. آخر حاجة عايزين نقولها يا شباب مهمة هي العوامل الحاكمة في تحديد سياسة الجرد. آخر حاجة عايزين نقولها مهمة هي العوامل الحاكمة في تحديد سياسة الجرد. يا ترى نروح للجرد الشامل ولا جرد بالعينة؟ طبعا تعرفين يعني العينة يعني ايه؟ سامبل بناخد سامبل عينة زي الإحصاء. معايا يا شباب؟ جرد شامل ولا جرد بالعينة؟ طيب لو عدد الأصناف كتير ناخد شامل ولا عينة؟ عينة صح. لو الميزانية المخصصة للجرد كبيرة، فلوس اللي احنا نستخدمها للجرد، الميزانية المخصصة للجرد كبيرة، نميل أكتر للشامل. هي برضو زي فكرة نميل أكثر ناحية كذا ونميل أكثر ناحية كذا. الوقت المتاح لو عندنا اتساع سعة من الوقت شامل، لو عندنا الوقت ضيق أو قليل عينة. مدى أهمية الصنف، لو الصنف مهم قوي يا شباب وثمنه غالي شامل، ولو الصنف مش مهم يبقى عينة. أو التاني عدد الأصناف كتير نميل للعينة، قليل نميل للجرد الشامل. رقم اتنين الميزانية المخصصة للجرد كبيرة نميل أكثر، مع السلامة لبقى خلاص احنا قربنا نخلص، نميل أكثر ناحية الشامل، لو الميزانية قليلة نميل أكثر ناحية العينة. الوقت المتاح كتير شامل، الوقت المتاح قليل يا عهود ركز معايا وبعدين بتسألي في اللي انت عايزة تسأليه. مدى أهمية الصنف، لو الصنف مهم نروح ليه الشامل، لو الصنف أقل أهمية بس انت بتتكلمي في جزئية تانية خالص من اللي بتكلم فيها يا عهود. والله انت بتتكلمي في جزئية انا عديتها. بس يا شباب اربع عوامل حاكمة في تحديد سياسة الجرد لازم يكون عارفينهم كويس. ماشي يا شباب؟ طيب خلاص نتوقف عند هذه الجزئية، ولو احتاجنا حاجة في المراجعة في الجزء الباقي نبقى نقول عليها يا شباب. ماشي؟ يوم الاحد اذا كان لنا عمر هيكون عندنا لقاء فناخد فيه المحاضرتين 25 و26 الساعة 10 يوم الأحد. أي ملزمة يا شريفة اعتمد عليه. زمايلك منزلين على المنتدى حاجات، مش أي واحدة فيهم كلهم كويسين، كله زي بعضه، هو كله فرغ الكلام اللي أنا بقوله يا شباب. أي ملزمة يا شباب أي تفريغ اشتغل عليه، المهم ان تركزوا على الاشياء اللي انا بقولها في المحاضرة، لان في حاجات بأكد عليها اكتر عشان الاسئلة اللي في الاختبار. يوم الاحد ان شاء الله هيكون لنا لقاء الساعة 10 هنخلص فيه المحاضرتين 25 و26 ويبقى فيما خلصنا الشرح. هيتبقى لنا لقاءين للمراجعة هنتكلم عنهم لما نتقابل يوم الاحد ان شاء الله. الجرد الدفتري هو الذي يتم في الأوراق يا خلود،
او على السيستم. معايا؟ مش انت بيجيلك حاجات اصناف وبيطلع من عندك اصناف، تمام؟ زي ما بنجيب حاجة اسمها الجرد في المحاسبة، تمام؟ وصل لي 10 وبعدين جالي 50 بقوا 60 وكان عندي 40 بقوا 100، صرفت 30 و20 يعني 50، يبقى المفروض يبقى باقي عندي 50. ده على السيستم، على الأوراق، بطاقة الصرف والصرف والكلام ده. معايا؟ ده أنا الفعلي على المستودع، جوه المستودع نفسه. ماشي يا شباب، موفقين إن شاء الله. نلتقي على خير إن شاء الله إذا كان في العمر بقية يوم الأحد الساعة 10 مساء، وهنوه للكلام ده يا شباب إن شاء الله على المنتدى. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.